عظيمة حظيمة وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا كريم. سنت ارحم والديك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم النائل لله، وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وابا الأيمة وسفينة النجاة يا سيد الشهداء. غريب يا مظلوم كربلاء، قم جدد الحزن، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل الحفري. يا زائري بقعة، يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت فيها خذوا تربها كحلا إلى البصر، ولا فتى لبنات الطاهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر. ماذا صنعنا هناك يا شاعر؟ قال: رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل دعري، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر وتلك تصرخ وجداه وأبتاهم، وتلك تصرخ ويتمى في الصغر، ولو ترى أم
ثم كلثوم مناشدة والهوى تلثم ترب الطف كالعطر يا دافن الراس عند الجثة تحتفظ بالله لا تنثر تربا على قمري لا تغسل الدم عن أطراف لحيته خلوا عليها خضاب الشيب والكبري لا تخرج أسهما في جسمه نشبت خوفا يثور دم يطمع على البشر بعد ما الذي عندك يا أم كلثوم من الوصايا قالت رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش بللوا أحشايا يا 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 بالقطري لا تدفن الطيف إلا عند والده فإنه لا يطيق الآيات فالصغار لا تدفن يا 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 عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين باري يا راجعين السبايا قاصدين إلي أرض المدينة ذاك المربع الخضر خذوا لك يا يام من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة يا السفاياري اللي قولوا لحادينا يمر بالغضرية سلم على الوالي وننصب له عزية قولوا لحادينا يمر بينا الحسين نبغي نزور حسين ونشوف دفن والله لروي قبر اخويا بدمعة العين يا ليت فوق القبر تحضرني المنية نادى العليل مدمعه بالخياد مدرو تكسب معانا اليوم يا نعمان معرو عرج بعماتي وخواتي الأرض لطفو قال له فلعصي لك أمر يا ابن الشفية وعرج على قبر الشهيد وصار لنيام والعابد السجاد من فوق الجمل طار زينب تنادي يا عزين قضى وراح
خرت على قبره ويتامها سويه، ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى جد الحسين وعلى أبي الحسين وعلى أم الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخوان الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على رأس الحسين. رأس الحسين انفصل عن جسده بلا ريب، ودخل الشام بلا ريب، وقرعه يزيد بالخيزران بلا ريب، ولكن الذي يختلفون فيه هل خرج رأس الحسين من الشام أم لا، أم دفن في الشام؟ هناك أقوال متعددة، نأخذ من هذه الأقوال بما يليق بالمقام. القول الأول أن رأس الحسين دفن بالشام. من الذي دفنه؟ هل دفنه يزيد؟ طبعا لا. هل دفنه معاوية بن يزيد؟ طبعا لا. هل دفنه عبد الملك ابن مروان؟ لا. إنما دفنه سليمان بن عبد الملك ابن مروان، وجده في خزانة سلاح يزيد فأخذه وغسله وكفنه ودفنه بالشام، وله قبر يزار إلى الآن. القول الثاني إنما دفن بالرقة. الرقة بلدة من بلدان الشام. ما الذي أوصله إلى الرقة؟ يقولون الرقة كان أمراؤها في ذلك الوقت بنو معيض، وذول بني معيض فخذ من فخود بني أمية، يعني من الحاقدين على علي وأولاد علي. فيزيد ود إليهم الرأس الشريف حتى يتشفوا نبي. فلما وصل الرأس إليهم وقضوا مأربهم منه دفنوه هناك بالرقة، وله قبر يزار إلى اليوم. القول الثالث لا، إنما دفن بعسقلان. عسقلان بلدة على أطراف الشام، الآن طبعا صارت تبع فلسطين المحتلة. هذه البلدة، ما الذي أوصل رأس الحسين إلى عسقلان؟ يقولون لأن يزيد أمر أن يشهروا برأس الحسين في كل مكان، فطافوا به في جميع قرى الشام إلى أن وصل إلى عسقلان ودفن هناك، وله قبر يزار إلى اليوم. هذه ثلاثة. القول الرابع لا،
إنما رأس الحسين أرجع إلى المدينة، إلى مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن ذلك الوقت كان الوالي على المدينة من قبل يزيد هو عمرو بن سعيد الأشدق لعنة الله عليه، فطلب من يزيد، طلب من يزيد أن يأتون له برأس الحسين، فجيء له برأس الحسين وكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ الرأس الشريف وصعد به على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. يقولون بينما هو على المنبر وإذا به يسمع ضج في المدينة، صيحة في المدينة، فسكت على المنبر صفا، إيش هالضج هادي؟ قالوا لدول نساء بني هاشم بلغهم أن حسينا قد قتل وقد جئنا برأسه إليك، فجعلنا يبكين ويندبن الحسين. فقال عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غذات الأرنبي، ثم جعل يخاطب النبي يا رسول الله هذا يوم بيوم بدر، لقد شفى الله قلوبنا منكم، فهذا رأس ابنك الحسين بين يدي. ثم وقف على المنبر ونادى افرجوا لي عن قبر رسول الله، فافرجوا له عن القبر، فرمى الرأس الشريف على قبر رسول الله، فقام اليه رجل من اولاد الانصار فقال له يا سعيد هكذا تفعل برأس الحسين؟ يا يزيد والله لو كانت فاطمة حية ونظرت إليك تفعل برأس ولدها هكذا لمزقت جيبها وجزت شعرها ونادت وولدا. هذا القول الرابع. القول الخامس: لا، إنما دفن بالكوفة، جاء به إلى الكوفة ودفن وله قبر يزار. القول الخامس: دفن بالحنانة بين النجف والكوفة. القول السادس: لا، دفن عند أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، جاء بالرأس ودفن هناك. ما الذي جاء به عند أبيه أمير المؤمنين؟ يقولون كان هناك مولى لجعفر الطيار، عبد من عبيد جعفر الطيار، هذا لما سمع بأن رأس الحسين يتشهر أو يشهر به، يقولون جاء إلى الشام ودخل على يزيد وتولى بخدمة يزيد، وكان عبدا لبيبا لبيقا، فحبه يزيد وصار هذا العبد يتابع الرأس الشريف إلى وين يودونه،
كلما مضوا بالرأس الشريف إلى مكان هو معه، إلى أن يقولون يوم من الأيام ضفر بالرأس الشريف في خزانة يزيد فسرقه وجاء به إلى النجف الأشرف ودفنه عند قبر أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. هذا القول الثامن. القول التاسع، نمر عليهم مرور الكرام حتى ما نطول. القول التاسع: لا، إنما دفن رأس الحسين في مصر. في مصر، ما الذي جاء به إلى مصر؟ طبعا هي مصر لم تتكون إلا من بعد مقتل الحسين بثلاثة قرون. من بعد مقتل الحسين بثلاثة قرون تكونت هذه مصر، وإلا مصر ما كانت موجودة. فما الذي جاء برأس الحسين إليها؟ جاب رأس الحسين إلى مصر. يقولون رأس الحسين جابوه من عسقلان، من عسقلان، لأن عسقلان كما ذكرنا صارت تبع فلسطين، فوقعت في أيدي اليهود. اليهود قاتلهم الله لما احتلوا البيت المقدس، لأن اليهود مو هذه أول مرة يحتلون البيت المقدس، لا، احتلوه قبل هذه المرة. ولما احتلوا البيت المقدس وقع موضع القبر الشريف، يعني موضع الرأس الشريف في أيديهم، يعني احتلوا البقعة بكاملها. طبعا ذاك الوقت كانت الدولة الفاطمية في مصر، استرجاع البيت، لأن يقولون يعني هذه استرجاع البيت شيء صعب من أيدي اليهود، يحتاج إلى قتل وقتال. لكن كانت الدولة الفاطمية همتها موضع رأس الإمام الحسين عليه السلام، فتشاورت الدولة الفاطمية مع اليهود، قالوا لهم احنا هناك عندنا قبر فيه رأس ابن بنت نبينا، وهذا لازم ناخذه، وأي طلب تريدون نعطيكم. يقولون فغروهم بالأموال ووافقوا على أن يأتون ويأخذون رأس الحسين من عسقلان ويودون إلى مصر. فهيأت الدولة مجموعة علمية، يعني ناس من العلماء، أن يأتون إلى عسقلان ويأخذون رأس الإمام الحسين. يقولون فهيأوا له تابوت من الأبنوس ووضعوا عليه الحرير والاستبرق، وجاءت هيئة علمية إلى عسقلان، وكانوا أنهم لم يكن لديهم شك أنهم يرون رأس الحسين كما كان، فوصلوا إلى عسقلان يقولون وكشفوا القبر الشريف، وإذا بالرأس الشريف كما كان لم يتغير. لكن يقولون لما مد العلماء أيديهم ورفعوا الرأس الشريف سال دمه منه، فوضعوه في التابوت وغطوه بالحرير والاستبرق
وجاءوا به إلى مصر وأخبروا الدولة ترى إحنا الآن جايين برأس الإمام الحسين. يقولون فخرجت الدولة الفاطمية مع الشيعة برمتها لاستقبال رأس الإمام الحسين عليه السلام، وهيأوا له في القصر الملكي طاولة ووضعوا التابوت عليها وأقاموا العزاء على الحسين 3 أيام، يضربون على الصدور وينادون وحسينا. في اليوم الرابع بعد ما جهزوا القبر شيعوا الرأس الشريف، يقولون فخرجت مصر لم يبقى فيها أحد إلا وخرج لتشييع رأس الإمام الحسين إلى موضع قبره الآن الذي يزار في مصر ويعرف بموضع رأس الإمام الحسين عليه السلام. هذا القول التاسع. القول العاشر نختم به، القول العاشر يقولون لا، إنما رأس الإمام الحسين جيء به إلى كربلاء في مثل هذا اليوم. وهي الرواية المشهورة التي بنى عليها الشعراء، قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفري. في مثل هذا اليوم جاء به الإمام زين العابدين عليه السلام مع النساء والأطفال، وكان في هذا اليوم جابر بن عبد الله الأنصاري هو أول من زار الحسين في مثل هذا اليوم، يعني في يوم الأربعين، أول من زار الحسين في يوم الأربعين من بعد قتله هو جابر بن عبد الله الأنصاري. يقولون جابر لما وصل إلى أرض كربلاء أمر أن يأتى له، أن يأتى به إلى شاطئ الفرات واغتسل غسل الزيارة، ثم ارتدى بإزار، اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صر فيها السعد، يعني طيب، ونثرها على جسده. قال يا أعمش خذ بيدي إلى قبر حبيبي الحسين. يقول أخذت بإيده وصرنا نسرع بالمشي. قال يا أعمش ثقل خطاك أو تعلم على أي شيء نطأ؟ يقول قلت لسيد جابر نطأ على الأرض؟ قال لا، إنما نطأ على أجنحة الملائكة الذين يستقبلون زوار الحسين. يقول لكن شوف الإحساس عن جابر ما يشوفها، لكن اللي حامل الحسين على صدرها، اللي مناغي الحسين، يحس بمكانة الحسين، يعني روح جابر متصلة بقبر الحسين. يقول مجرد وصلنا قريب إلى القبر قال يا عطية أوصلنا إلى قبر حبيبي الحسين؟ قلت له بلى يا جابر. قال ألمسني، يعني خل إيدي على القبر. يقول مجرد خليت إيدي على القبر وإذا بجابر خر مغشيا عليه. يقول رششنا عليه الماء أفاق من غشوته، نادى ثلاثا، خلنا نكون قوية جابر، ها الحسين حبيب جابر والحسين حبيب الجميع، ها الحسين حبيب الجميع والحسين حبيب جابر وجابر حبيب الحسين، وكذلك نحن أحباء الحسين. رفع جابر صوت حبيبي يا حسين،
حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، أنى لك والجواب، وقد فرق بين رأسك وبدنك، وشحطت أوداجك على أثباجك. أشهد أنك ابن النبيين، وابن سيد المرسلين، وابن حليف التقى، وخامس أصحاب الكساء. وكيف لا تكون كذلك وقد ربيت في حجر المتقين، ورضعت من فدي الإيمان، وفطمت في الإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا. غير أن قلوب المؤمنين، لا والله، غير طيبة لفراقك، ولا شاكة في حياتك، فعليك مني سلام الله ورضوانه. ثم جال ببصره إلى القبور، زروا يا جابر، السلام عليكم أيتها الأرواح التي أناخت بقبر الحسين، أشهد بالله لقد أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لقد شارككم فيما أنتم فيه. يقول عطية، قلت لي يا جابر، الفول قوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، وأرملت نساءهم، وأوتمت أزوى أولادهم، ونحن لم نصعد جبل، ولم نهبط واديا، ولم نضرب بسيف، ولم نطعن برمح. فقال يا عطية، سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب حجرا حشر معه، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، وإحنا وياهم إن شاء الله، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. ثم قال: خذوني إلى بيوت كوفان. يقول عطية: بينما كنا في الطريق وإذا بغبر ثائر من ناحية الشام. يا جابر، أرى غبر ثائر. التفت إلى غلمان، قال: أمضي واكشف لنا خبر هذه الغبرة، فإن كان من أصحاب عبيد الله بن زياد فاخبرنا حتى نلتجئ إلى ملجأ، وإن كان ركب سيدي ومولاي علي بن الحسين فأنت حر لوجه الله. جاء الغلام، وقف على قارعة الطريق، وإذا به يسمع البكاء والنحيب من الهوادج، والضرب على الصدور، ينادون: وحسينا. يقول: زينب نظرت إلى الغلام واقف، التفتت إلى ابن أخيها: هل وصلنا إلى أرض كربلاء؟ قال: بلها يا عمه، هذه أرض كربلاء، وهذا غلام جابر، وهو أول من زار أخاك الحسين، وهذا قبر أخيك الحسين. انتحبت زينب باكية ونادت بلسان الحال: قبر الشهيد ابن أمي، بانت لنا أنواره، قبر عساه يا الوالي ما تنقطع زواره، بغداد بيها روضة وبرض المدينة
ولا بلد نزلها إلا ورضها راضى. وانت عليهم فستي بالجثة المرضوضة، قبر عساه يا الوالي ما تنقطع زوار. التفت الإمام زين العابدين إلى الغلام، قال له امض إلى جابر وقل له يستقبل حرم الله وحرم رسوله. جاء الغلام وهو يضرب على صدره وينادي قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا علي بن الحسين قد أقبل مع عماته وخواته. تنهض يا جابر وصل السجاد مكسور، جسمه نحيل ومدمعه بالخد منثور. بالعجل قوم استقبلوا شيخ العشيرة، ويا اليتامى جاي بدل والكسيرة. من بيت أبو طالب ترى ما ضل غيره، قام بعجل جابر وقلبه بنار مسعور. إلى أن دنا من الإمام، ترجل الإمام زين العابدين من على ظهر ناقته، ضمه جابر إلى صدره مناديا سيدي أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك الأكبر؟ أين ابن عمك القاسم؟ أين بني هاشم؟ نادى لا تسألني يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا سلبت نساؤنا، ها هنا حرقت خيامنا، ها هنا صعد الشمر على صدر أبي الحسين وحسين. صرخ جابر وحسينا الزفار أبو محمد وقلب دم حماه. تسكت يا جابر لا سايل عن هالأحوال، كم شاب ظل مخضب بدمي ولا انشاه، كم من بدر خده على التربان معفو. ليتك يا جابر لو شف الصاحب الصلاة، مفضوخ راسه وطايح بجانب المسنا، جود على اجتافه وهو ضام الكبد ما. والطفل يا جابر نظرت بسهم منحور، لو شفت شبه المصطفى اللي مدللينا. جاب أبو حسين جسما مبضعينا، وجاسم يا جابر ذوب حشان بونينا، وغابت بطف الغاضرية ذيك لبدوم. وإذا بزينب وأخوات زينب نزلنا من على ظهور النياق، وأقبل الزينب تعدو في أرض كربلاء، تارة تقوم وتارة تقع على وجه الأرض،
وهي تنادي يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها ثم تذكر تلك الأيام وما جرى عليها فجعلت تضرب على صدرها وتنادي بلسان الحال بهالأرض خل الأعادي جسم أخويا دست يا علي بهالارض خيل الاعادي جسم اخويا دسته يا نزول الغاضريه خبروني بحفرته بهالارض عباس قطع كفوفه وطاح العلن بهالارض شيخ العشيرة استخرج قلبه بسهل بهالارض هجموا علينا وفرهدونا من الخيام هالارض هجموا علينا وفرهدونا من الخيام والوالي مطروح وعينه تشوف حالة نسوته والوالي مطروح وعينه تشوف حالة نسوته يا علي لاح قبر حسين لها واندهل من هالقلب الصرخات وخرت على قبره وما دمعها تصب الصيح تقعد شوف ما تنشحل عليها من الضرب وابنك السجاد من بعدك اش حالت حالته وابنك السجاد من بعدك اش صارت حالته حان يا حسين حالك شرع على ذيك الهزل حان يا حسين حالك شر على ذيك الهزل هاي متعوق جملها وذيك طاح لها طفل ذيك تقض عن عنها وتركض بتالي الزلم والضرب من غير فاصل والقلب مفتت والضرب من غير فاصل والقلب انفتت يا علي حان يا حسين حالك شر على ذيك الهزل هاي متعوق جملها وذيك طاح لها طفل وذيك ساقض عن عنها وتركض بتالي الزلم والضرب من غير فاصل والقلب انفتت والضرب من غير فاصل والقلب انفتت وقفت قدامي منكسر الراس لكن يا شهيد ما شفت ذلة يا بعد اهلي مثل مجلس يزيد قامك يسمون سكن عزيزتك سام العبيد
ننسحب كنا بحابل وابنك الجرحة رقبته ننسحب كنا بحابل وابنك الجرحة رقبته بعد 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 عنش يا زينب قالت اسمع يا ابو عبد الله اسمع اسمع ما الذي حل علينا خويا كم سوق دخلنا وكم مدينة وكم بلد خويا كم سوق دخلنا وكم مدينة وكم بلد جيت بيتامك على قبرك ولا عندي حد خويا كم سوق دخلنا وكم مدينة وكم بلد جيت بيتامك على قبرك ولا لي أحد تدري بركوب الجمل ينحل يا ابو سكن الجسد تدري بركوب الجمل ينحل يا ابو سكن الجسد وين ابو فاضل كفيلي وصلون الحفرة وين ابو فاضل كفيلي وصلون الحفرة ثم جاءت الى قبر الحسين ها ومدت طولها بطول ذاك القبر ودار النساء من حولها يضربن على الصدور وينادون وحسينا الا تقعد تلقاني ونزلها النساوي تقعد تلقاني ونزلها النساوي يا نور عين باب قبرك اللي يمني يا ليت ضمني هالحيد وياك يا حسين ترجع يا خويا لو تظل اليوم لمعاه يا كربلاء ما أنت إلا بقعة المجد الأثيلي ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل أنت النجاة يا كربلاء لمن يزورك من عزيز أو ذليلي يا الله اللهم إنا نقسم عليك بالحسين وبجد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وأولاد الحسين أن تكشف ما نزل بنا من الهم والغم وأن تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة صلواتك عليهم أجمعين اللهم شافي مرضانا ومرضاكم وأمراضنا وأمراضكم وفك أسرائنا وارجع غربائنا وأيد وانصر علمائنا العاملين واقض حوائجنا وحوائجكم وحوائج المحتاجين وعدنا وإياكم على مثل هذه الأيام في حال أحسن من هذا الحال بحق محمد والآل صلواتك عليهم أجمعين وإلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح أبو علي الحاج حسين المرخي المؤسس إلى هذا المأتم الشريف أول ما قرينا في هذا المأتم أول من فتح كان المؤسس له هو رحمة الله عليه اقرأوا الفاتحة إلهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد